نشرة الأخبار من قناة وطن، البداية من عناوين هذه النشرة. مع عودة التعديلات الوزارية إلى الواجهة، انقسام في المواقف البرلمانية واستمرار في نزعة الاستجوابات. القوى السياسية تبدأ دعايتها الانتخابية مبكرا وبعيدا عن الضوابط، ومطالب بتدخل المفوضية وفرض إجراءات رادعة. بسبب الاعتصامات أزمة مصفى النفط في ذي قار تتفاقم، وفي البصرة إجراءات أمنية مشددة بعضها غريب. الصحة تخطط لزيادة أعداد الملقحين، ومواطنون يكشفون عجزها عن توفير اللقاح. أهلا بكم من جديد. دان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشدة جرائم النظام الصهيوني الأخيرة في فلسطين واعتداء وقتل المدنيين العزل في غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ موقفا حازما بهذا الصدد. وثمن الكاظمي في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعاون طهران مع بغداد في الملف الأمني للمنطقة، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية. من جهته رحب روحاني بدور بغداد الإيجابي في التوسط لحل الخلافات الإقليمية، مؤكدا دعم إيران للعراق كدولة مهمة في جامعة الدول العربية، مطالبا الحكومة العراقية بإجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق. وأشار روحاني إلى أن الأمريكان لعبوا دورا مدمرا في المنطقة، وأن وجودهم في العراق لن يساهم في استقرار وأمن هذا البلد. وفي الملف السياسي الداخلي، رأى النائب حسين عرب أن الوقت مناسب جدا للتعديلات الوزارية المزمع إجراؤها قريبا، مشيرا إلى أن جميع التعديلات ستمرر من داخل البرلمان. وقال عرب أن ملف التعديل الوزاري كان موجودا منذ 3 أشهر، لكن تمت عرقلته من قبل بعض الكتل التي ترفض استبدال وزرائها، مضيفا أن الوقت مناسب جدا حتى يأخذ رئيس الوزراء على عاتقه استبدال بعض الوزراء الذين لم يقدموا شيئا، مؤكدا أنه في حال حصل التغيير الوزاري فإنه سيمرر من داخل قبة البرلمان. ومن جهته استبعد النائب جمال فاخر حصول أي تغييرات وزارية دون الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن حقيبة الصحة من الممكن أن يتم إدارتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة. وقال فاخر إن الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية التي لا تتجاوز 5 أشهر تجعل الأولوية لدى الحكومة الحالية استكمال ما عليها من واجبات، بدل فتح صراعات من خلال إقالة أو استقالة بعض الوزراء. وأكد أن حقيبة الصحة من الممكن إدارتها من قبل رئيس الوزراء بالوكالة، أما باقي الوزارات فمن الممكن وضع آلية لتقويم أدائها وتحديد مواطن الخلل للمرحلة المقبلة. أكد النائب عن تحالف الفاتح أحمد الكناني أن انتهاء عمر البرلمان لا يعني انتهاء دوره الرقابي، داعيا الكتل السياسية إلى الابتعاد عن الاستهداف السياسي خلال عملية استجواب والعمل بمهنية. وقال الكناني أن دور مجلس النواب دور رقابي، لذلك فإن الاستجواب مستمر، مؤكدا أن نهاية عمر البرلمان لا تعني نهاية الاستجوابات، مضيفا أن على الكتل السياسية أن تمارس دورها الرقابي بمهنية وعدم استهداف الوزراء وحرمانهم من المشاركة بالانتخابات.
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك لتشريع قانون جديد للخدمة الاتحادية المدنية، مبينة أن القانون سيتلائم مع الوضع الوظيفي في الوقت الحالي. وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن على مجلس النواب أن يمارس دوره في الرقابة والتشريع بصورة طبيعية كونها جزءا من وظيفته لحين إجراء الانتخابات المقبلة. وأضاف العقابي أن قانون الخدمة المدنية مهم، وأن مجلس الخدمة الاتحادية باشر مهامه، وهو الآن ينظر بمسائل التعيين الحكومي والعلاوة والترفيع، مشيرا إلى أن كل المسائل آنفة الذكر تقتضي تشريع قانون جديد ينسجم مع الوقت الحالي. أكدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب إرسال أسماء الخريجين الأوائل إلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محددة الخريجين الذين ستشملهم التعيينات. وقال عضو لجنة التعليم النائب رياض المسعودي إن قانون التعيين الأوائل تم تفعيله، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت كتابا إلى جميع تشكيلاتها لجرد أسماء الخريجين وتخصصاتهم وسنوات التخرج للدراسات الصباحية والمسائية، مضيفا أنه تم دفع الأسماء إلى مجلس الخدمة الاتحادي لتأخذ دورها في تحديد الأعداد وتخصيص الدرجات الوظيفية والمالية لتمضي عملية التوظيف بشكل سيابي، مؤكدا أن العملية ستشمل الخريجين الأوائل في العامين الدراسيين 2016 و2017 وكذلك 2019 و2020. ومن جانبها أكدت وزارة التعليم العالي أن مجلس الخدمة الاتحادي يقوم بتعيين الطلبة الأوائل بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة المالية لتوفير الغطاء المالي والدرجات الوظيفية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي أن مجلس الخدمة الاتحادي يأخذ دوره في بلورة التفاصيل الإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدا وجود تنسيق عالم مع مجلس الخدمة الاتحادي وتمتلك قاعدة بيانات بخصوص الخريجين الأوائل والسنوات التي مضت. أهلا بكم من جديد. جدد النائب هوشيار عبد الله دعوته لتعديل قانون الانتخابات، معتبرا أنه جاء مفصلا على مقاس الأحزاب الكبيرة ولا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة. ووصف عبد الله الأحزاب الكبيرة بالحيتان الضخمة، وهي تجبر الأحزاب الصغيرة على التنسيق علنا أو خفاء معها من أجل مقعد أو مقعدين، رافضا آلية التصويت المعتمدة أو المعتمدة للبطاقة الإلكترونية في عملية الاقتراع. أكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد عدم جدوى الانتخابات المبكرة، إذ كانت ستؤدي ذات المعادلة السياسية الموجودة حاليا، معربا عن خشيته من احتمال استخدام نحو 1 مليون بطاقة إلكترونية مزورة خلال الانتخابات المقبلة. وأكد محمد أنه لا يمكن أن ننتظر إجراء انتخابات نزيهة دون مكافحة الفساد والسيطرة على المال السياسي الفاسد وحصر السلاحي بيد الدولة، موضحا أن بقاء الأمر على حاله سيعيد إنتاج ذات المعادلة السياسية الموجودة حاليا على الساحة. لذا فلا جدوى من إجراء انتخابات مبكرة تكون مخرجاتها شبيهة بالعملية السابقة. وفي السياق، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأنباء التي تناقلتها عن فقدان 5 ملايين بطاقة انتخابية. وقال المتحدث باسم المفوضية جمان الغلاي إن الأنباء التي تتحدث عن فقدان 5 ملايين بطاقة انتخابية غير صحيحة، وهي بعيدة عن الواقع تماما، وهذه الأنباء تطلق من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية لأهداف وأغراض معينة. وبينت الغلاي أن مفوضية الانتخابات وضعت خططا مدروسة لمنع أي عمليات تزوير أو تلاعب في الانتخابات المقبلة، ولم تسجل أي شكوى رسمية عن وجود بطاقات انتخابية مفقودة من المواطنين إطلاقا. و
وجه النائب علي البديري رسالة إلى المفوضية العليا للانتخابات داعيا إياها إلى التدخل بشكل فوري في ضبط الدعاية الانتخابية المبكرة. وقال البديري إن هناك شخصيات وجهات متنفذة تعمل حاليا على الترويج الانتخابي من الآن وتقدم وعودا وتعهدات فارغة للمواطنين، فيما قدم البعض رشاوى مالية وغيرها لشراء الأصوات. وشدد البديري أن مفوضية الانتخابات مطالبة بالتدخل بشكل فوري وعاجل لرصد هكذا أعمال غير قانونية واتخاذ الإجراءات والعقوبات بحق أي جهة وشخصية تعمل على هذا الأمر، خصوصا أن موعد الحملة الانتخابية بعيد جدا ومن يعمل الآن يعرض نفسه للعقوبة وقد يتم منعه من الترشيح. كشفت نائب علي صيف عن قيام بعض النواب والمرشحين للانتخابات باستخدام أساليب مبنية على الكذب والتضليل وخداع الناس من خلال سرقة جهود الآخرين واستخدامها للدعاية الانتخابية. وبين مكتب صيف أن هذا العمل هو واجب على النائب الذي يمثل جمهورا من الناخبين وليس فضلا أو منة على الناس، فالنائب يضغط على الجهات المعنية لإلزامها بتوفير الخدمات للناس ولا يحق له التباهي به كدعاية انتخابية، بالتالي كان لزاما فتح هؤلاء الانتهازيين. فقدت بحيرة حمرين في ديالى نحو 70% من خزينها المائي، أكد ذلك مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي مشيرا إلى أن الإطلاقات المائية ما زالت ثابتة بواقع 30 متر مكعب بالثانية لتأمين الاحتياجات الضرورية للمياه الصالح للشرب وسقي البساتين في مناطق المحافظة، في مقابل انخفاض شديد في مستوى الإيرادات المائية القادمة من نهر ديالى للبحيرة والتي تصل إلى 13 متر مكعب بالثانية. وأوضح زركوشي أن مستوى المياه في البحيرة يعتبر حاليا الأقل، مشيرا إلى توقف محطات توليد الكهرباء في سد حمرين قبل أسبوع بسبب ضعف الإطلاقات المائية التي كانت تدعم المنظومة الوطنية بأكثر من 20 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. وفي محافظة ذي قار سجلت منظمة طبيعة العراق انخفاضا ملحوظا بمناسيب مياه الأهوار بمعدل 1 سنتيمتر في اليوم. وقال ممثل المنظمة في ذي قار جاسم الأسجي أن مناسيب المياه الأهوار بدأت بالانخفاض خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرة من استمرار ذلك مع حلول موسم الجفاف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، داعيا الحكومة إلى الحفاظ على التنوع الإحيائي للأهوار من خلال إطلاق كميات مناسبة من المياه. أعلنت وزارة النقل عزمها شراء باخرتين لتطوير الأسطول البحري، مشيرة إلى سعيها لتوفير كافة المتطلبات لرفع العلم العراقي فوق البواخر. وقال وزير النقل ناصر الشبلي إن العراق وقع عقدا منذ العام 2013 لشراء باخرتين ولكنه لم ينفذ طيلة الفترة الماضية، وإن الوزارة تتفاوض حاليا للتوقيع على هذا العقد في حال تم تلبية كافة المتطلبات، موضحا أن الأسطول البحري العراقي تضرر كثيرا نتيجة الحروب. يستورد العراق أكثر من 850 ألف متر مكعب يومي من الغاز في الوقت الذي يحرق فيه أكثر من 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل المحطات الكهربائية، وفي الوقت ذاته يهدر المليارات بحرق الغاز في الهواء دون الاستفادة. شيبان سامي والتفاصيل. يدفع العراق مبالغ كبيرة في استيراد الغاز الطبيعي فإنه يحرق 10 أضعاف الكميات التي يستوردها. ليس هذا فحسب، بل إن الكمية المحترقة يوميا تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ السقوط. لماذا أنه أموال العراق تهدر بهذا الشكل؟ نعم هو أكيد يعني من يستوردون غاز يعني مقابل ثمن لتشغيل المحطات الكهربائية وبالتالي يعني ديمومة الحياة
في بلدنا الحبيب، والجميع يعلم انه قطاع الكهرباء رغم المليارات التي صرفت على هذا القطاع ولكنه قطاع متهالك، والاسباب عديده يعرفها القاصي والداني. يعني كما يعلم الجميع انه الكهرباء هي عصب الحياه. اذا صار هناك قطع وانطفاء للتيار الكهربائي، الحياه العامه في بغداد وبقيه المحافظات يكون هناك شلل تام بها. 85% من محطات توليد الكهرباء تعتمد على الغاز والمشتقات المصاحبة. يوميا العراق يحرق غازا طبيعيا تقدر قيمته ب 18 مليون دولار يوميا، وأن احتياطه من الغاز تؤهله يكون الرابع على مستوى العالم. كيف لبلد ينتج هذه الكمية الهائلة وثاني احتياطي بترولي بالعالم ويحرق هذه الأمتار المكعبة من الغاز ويستورد الغاز؟ سوء الإدارة الاقتصادية والعامة يعني جعل العراق بلد يسير الهاوية. حرق الغاز هذا الأمر الغير لا منطقي، لأنه سيوفر العراق عملة صعبة كثيرة، سيجعل هناك اكتفاء اقتصادي، سيجعل هناك نمو اقتصادي. بسبب السياسات الفاسدة العراق يستورد ما يقدر بأكثر من 850 ألف متر مكعب يوميا، وتبلغ الخسائر المالية التي يتكبدها جراء إحراق الغاز نحو 290 ألف دولار لكل ساعة. شيبان سامي، قناة دبليو تي في وطن، بغداد. أكدت وزارة الاتصالات استمرارها في تنفيذ عملية الصدمة للحد من تهريب ساعات الانترنت. وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني إن عملية الصدمة تتواصل في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، لافتا إلى أن الملاكات الهندسية التي تم تكليفها من قبل وزارة الاتصالات ما زالت تباشر عملها بالتعاون مع جهازي المخابرات والأمن الوطني ووزارة الداخلية. وأضاف المشهداني أنه يجري رصد مخالفات وتجاوزات على شبكات الانترنت والكيبل الضوئي بين الحين والآخر، ويتم اتخاذ إجراءات وإحالة المخالفين على القضاء. أعلن محافظ كركوك ركان الجبوري أن أغلب مشاريع المحافظة على وشك الانتهاء، كاشفا عن خطة جديدة خاصة بمشاريع المحافظة للعام الجاري. وقال الجبوري إن مبالغ المشاريع المستمرة مرصودة وهناك احتياج للتمويل فقط، لافتا إلى أن حكومة كركوك دفعت بجميع جداولها لوزارة التخطيط وستخاطب وزارة المالية بهذا الخصوص. وأضاف الجبوري أن أغلب المشاريع على وشك الانتهاء خصوصا الأحياء السكنية وتطوير الطرق، فيما تحتاج مشاريع الكهرباء إلى عمل. وأشار الجبوري إلى تأخر تمويل مشاريع البترو دولار، معربا عن أمله أن تكون هناك مرونة بين البترودولار والتنمية. وفي ذقار يواصل محتجون أمام مصفى المحافظة النفطي احتجاز الصهاريج نقل الإسفلت داخل مبنى المصفى لليوم الثاني على التوالي. وقال أحد المعتصمين أمام المصفى إن الصهاريج التي دخلت مصفى ذقار النفط يوم أمس لغرض نقل مادة الإسفلت لم تخرج حتى الآن، مبينا أنها لا زالت محتجزة من قبل محتجين يطالبون بمقابلة وزير النفط للاستماع إلى مطالبهم الخاصة بالتعيين على ملاك الوزارة.
أهلا بكم من جديد. أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي أن أولويات إدارته للملف الأمني تتضمن منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وحصر السلاح بيد الدولة. وقال الماجدي أنه حريص على وجود القوات الأمنية في المناطق التي تشكل إرباكا في الوضع الأمني وخطرا على أرواح المواطنين، مضيفا أنه يعمل على الحد من النزاعات العشائرية في المحافظة، ولا يريد أن تكون الشغل الشاغل للقوات الأمنية، كما يعمل بشكل جدي على تطوير الجهد الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية. هذا وقد تضمنت توجيهات قائد عمليات البصرة لواء الركن علي الماجدي منع دخول وخروج أي قوى أمنية من المحافظة وإليها إلا بموافقته حصريا. وبحسب وثيقة بهذا الخصوص فإن التوجيهات تشمل كل القوات الأمنية بما فيها الحشد الشعبية، كما تضمنت توجيهات الماجدي منع دخول أي منتسب للقوات الأمنية إلى المحافظة إلا بكفالة شخص معروف، وهو إجراء أثار ردود أفعال رافضة من قبل المواطنين واعتبروه تعسفيا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية القبض على تجار مخدرات في محافظة البصرة. وقالت مديرية شرطة البصرة إنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود أخطر تجار المخدرات في البصرة، تم بشكل سريع تشكيل فريق من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الزبير للتحري وجمع المعلومات. وأضافت المديرية أنه بعد أخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم أثمر بالقبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة تقدر بنحو 4 كيلوغرامات، إضافة إلى أسلحة شخصية، مشيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المعنية. أهلا بكم من جديد. أكد وفد يمثل وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي، مشددا على مواصلة دعم البيشمركة بحجة الحرب ضد داعش. وجاء ذلك في لقاء بين رئيس سلطة الإقليم مسرور برزاني والوفد الأمريكي الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية الأمريكية جوي هود. وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في العراق وسوريا وتعزيز العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة، كما ناقش اللقاء العلاقات بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد وأهمية الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية وإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان. أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النائب سعران الأعاجيبي عن طلب اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة السماح باستدعاء قادة العمليات المشتركة وعمليات كركوك وديالة وصلاح الدين بسبب الخروقات في تلك المحافظات. وقال الأعاجيبي إن لجنة الأمن والدفاع ستزور محافظات كركوك وديالة وصلاح الدين للاطلاع على وضع القوات الأمنية هناك، مضيفا أن هناك مفارز لداعش متفرقة تسكن الجبال والوديان وتقوم بتنفيذ العمليات وتتحصن في أماكن صعبة جغرافيا نافيا وجود أي حواضر للإرهاب في المدن. ميدانيا، أعلن الناطق العام باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول مقتل عدد من إرهابي تنظيم داعش جنوب شرق مدينة الموصل. وقال رسول إنه بعد الرصد لبقايا داعش نفذت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية في منطقة حمام العليل، حيث تم إحكام الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها إرهابيو داعش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة قبل أن تقوم طائرات F-16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق للمواقع المحددة وقتل 8 إرهابيين كانوا يقومون بتعرضات إرهابية على خط سير العجلات العسكرية ونقاط مرابطة.
ميدانيا أعلنت الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسب الإيزيديات في تنظيم داعش غربي محافظة نينوى. وذكر بيان للمديرية أنه خلال عملية استخبارية نوعية تأكد وجود تحرك من قبل فلول داعش لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه العراق. وبعد المراقبة والتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت القوات الأمنية من نصب كمين محكم وإلقاء القبض على اثنين من قيادي داعش في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة بعد اجتيازهما الحدود. أحدهما مسؤول ما يسمى بالتفخيخ والكفالات في منطقة البعاج، والآخر مسؤول قوة الاقتحامات في داعش، وسبق وأن قاد عملية اقتحام مركز الشرطة في ربيعة وسب الإيزيديات فيها. وفي ديالى أعلن مسؤول محلي في المحافظة إطلاق الصفحة الخدمية في مناطق حوض الوقف، وذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية في منطقة وفرض الأمن والاستقرار وإنهاء الخروق الأمنية. وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي إنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في مناطق حوض الوقف شمال شرقي ديالى وتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة انطلقت الصفحة الخدمية فيها، والتي تشمل إكساء الطرق وتقديم الخدمات لقرى الحوض، مضيفا أن الصفحة الخدمية تعتبر المبادرة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات لخلق مصالحة مجتمعية ودفع العوائل النازحة للعودة إلى ديارهم. أهلا بكم جديدا. أكدت وزارة الصحة أن حظر التجوال الجزئي سيشمل يومي السبت والجمعة. وقال عضو الفريق الإعلامي الطبي ربا فلاح إن بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر يشمل طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت للفترة المقبلة، مشيرة أنه سيتم مراجعة القرار وفق الموقف الوبائي. كشفت وزارة الصحة عن عزمها رفع نسبة الملقحين في العراق إلى 50% خلال العام الحالي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمنع وصول السلالة الهندية. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن الوزارة وضعت خطة لرفع نسبة الملقحين خلال العام، مبينا أن عدد الذين تلقحوا اللقاح لغاية الآن يصل إلى 500,000 شخص، هذا وعدد قليل بالنسبة لما حددته منظمة الصحة العالمية. وأضاف البدر أن انخفاض نسبة الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية لا يعني أن الوباء بدأ بالانحسار، محذرا من إمكانية ظهور سلالات الفيروس أخطر من سابقتها. هذا وقد اتهم مواطنون في بغداد وزارة الصحة بالفشل في توفير لقاح كورونا، مشيرين إلى أنهم سجلوا أسماءهم من أجل أخذ اللقاح قبل شهر من الآن. وأظهر فيديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعي عدم استقبالهم في مستشفى اليرموك رغم إبلاغهم بالموعد المحدد لإعطاء اللقاح. اليوم الاثنين الساعة 11 الصبح، شوفوا الأطباء طالعين يقول لك ما عندنا لقاح. الأخ وزير الصحة كاسر الحجامي مستشفى الكرخاي مستشفى اليرموك على مود تشوفه بعينك، لا تقولون المواطنين ما يلقحون، احنا موجودين وجتنا رسائل على الموبايل حاجزين وموعدنا اليوم، وهاي مثل ما تشوفون بعينكم. يلا دولة عازة عن توفير اللقاح لمواطنيها، مبروك. نشوف الظلمة طفوا علينا الضوء يقولون يطردونا. ها اها بالله عليك، هذا اسلوب؟ هاي اخلاق؟ يلا يلا يا حبيبي يا وزير الصحة، شوف بعينك، شوف شوف لجنة الصحة والسلامة وينها، خلي تشوف. ها هاي احنا عايفين دوامنا وعايفين شغلنا وجايين لي هنا، واخر شيء يقول لك ماكو لقاح. هاي مستشفى اليرموك. شكرا شكرا للحكومة الرشيدة. رجحت وزارة التربية ولجنة التربية النيابية عودة الدوام الحضوري في كافة مدارس البلاد بعد عطلة العيد، مؤكدين أن جميع الامتحانات ستجرى بصورة حضورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق أن الوزارة تعتزم مناقشة الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات فضلا عن تحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الخصوص، مؤكدا أن جميع امتحانات وزارة التربية حضورية. من جانبها بينت عضو لجنة التربية النيابية هدى جار الله الجبوري أن هناك مناقشات مستمرة بشأن عودة الدوام الحضوري للمدارس بعد عطلة العيد، مضيفة أن ممثلية كردستان التابعة لوزارة التربية ستباشر الدوام الحضوري لثلاثة أيام في الأسبوع. وفي الختام لكم منا تذكير بأبرز العناوين. مع عودة التعديلات الوزارية إلى الواجهة، انقسام في المواقف البرلمانية واستمرار في نزعة الاستجوابات. القوى السياسية تبدأ دعايتها الانتخابية مبكرا وبعيدا عن الضوابط، ومطالب بتدخل المفوضية وفرض إجراءات رادعة. بسبب الاعتصامات أزمة مصفى النفط في ذي قار تتفاقم، وفي البصرة إجراءات أمنية مشددة بعضها غريب. الصحة تخطط لزيادة أعداد الملقحين، ومواطنون يكشفون عجزها عن توفير اللقاح. وفي الختام لكم منا أطيب التحايا، دمتم بخير في أمان الله.